بالنسبة للفتء بجدار البطن بيبقى أسبابه ضعف عضلات جدار البطن، ومعظم الناس اللي بتشتكي من فتء بجدار البطن ممكن يكون تعرض لعملية سابقة قبل كده جراحية أضعفت الجدار البطن، وبيتم خلالها سقوط جزء من أو خروج جزء من الأمعاء أو من منديل البطن خلال هذا الخلل. الفتء بجدار البطن معظم المرضى ممكن ما ياخدش باله ان هو عنده فتاء في جدار البطن. الفتء بجدار البطن هو عبارة عن ديفكت أو خلل في جدار البطن نفسه، عن طريقه بتخرج بعض الأعضاء أو بعض الأمعاء الداخلية للبطن من خلال هذا الخلل. المريض يجب أن يهتم بأن هو لو عنده فتء نعمل إصلاح للفتء دوت لعدم تعرضه لأي مضاعفات زي اختناق الأمعاء. ممكن عملية فتء جدار البطن يتم إصلاحه عن طريق المنظار الجراحي أو عن طريق الجراحة اللي هي العادية ووضع شبكة لتقوية عضلات جدار البطن.